تأخذ منهم الفتوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا في الدين. وبعد، نقول سلاما يا غزة، أمنا وسلاما يا غزة، فرجا يا غزة، دفئا يا غزة. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تشفي مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم اجعل هذه النيران بردا وسلاما عليهم يا رب العالمين. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، بعد إذنك بدي أسألك هلا، يعني مشان الأيام اللي بيكونوا خلال شهر رمضان مثلا إنه لازم نوفيهم. طيب. هلا صراحة هن متراكمين شوي، فيني أدفع بدون ما أصومه؟ لا، ما في، لابد من الصيام. يعني شرط مثلا الواحد يخلصهم سنة واحدة؟ هلا عند الشافعية قبل ما يجي رمضان الثاني مشان ما يطلع عليهم كفارة. عند الحنفية لو ما خلصهم بهي السنة وكملهم بالسنة اللي بعدها، يعني قبل ما يمضى عليهم حول. عند الشافعية قبل ما يجي رمضان الثاني. أما عند الحنفية لو اجى رمضان يعني بينقضوا بعضهم بدون كفارة. عند الشافعي بيصير بدون كفارة. يعني تقريبا عن كل يوم كفارة مع صيام بس. ها، ايه طبعا. ايه، هي عند الشافعي يعني تقديرها تقريبا شيء 30-35 ألف ليرة سورية باليوم. باليوم. ايه نعم. تمام، شكرا شيخنا، شكرا. على راسي، اهلا وسهلا. باخذ اتصال. الو. 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 إذن أذهب إلى اتصال آخر. ألو. تلقى بعض الاتصالات من الفيسبوك. هل يعتبر الحمل عذر شرعي؟ معنى إذا راحت صلاة الفجر لأني حامل وتعباني ونومي صعب، فهل معذورة؟ لا، مالك معذورة. لا يعتبر الحمل من العذر، لأنه الإنسان بينام بكير سواء كانت هي حامل ولا غير حامل. مجرد نامت بكير وتفيق بكير، ما لها علاقة هي قصة الحمل بغيرها. هل يجوز قراءة ختمة على روح الميت وإهدائها له عند العزاء أم بدعة؟ هلأ طالما هي قرآن كريم والقرآن يشتمل على الأدعية، فهي جائزة، ما فيها أشكال أبدا أبدا. يعني إنه والله عم نهدي قرآن كريم، ما المانع في ذلك، مع إنه هذا عمل مبرور صالح إن شاء الله يناله ويستفيد منه. باخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخي. أنا أبوي مريض، جيت وجلطة مقعد مشان أعرف شان رمضان. نعم. إيش بطلع علينا مثلا كفارة، أو مثلا هو مقعد وعندي أختي كمان مقعدة، والطبيب قال ما فيهم يصوموا. ما فيهم يصوموا أبدا أبوي، أنا أبدا مقعد. في بيدفعوا كفارة، بيدفعوا كفارة إذا عجزوا عن الصيام. أيوة. عن كل يوم بحدود 30 ألف ليرة سورية. باخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا، يعطيك العافية. الله يعافيك يا هلا. شيخي، أنا من 3 سنين كان معي مليون. طيب. أعطيتها لشخص قال لي إنه بشتغل لك فيها وبنترك فيها، لأني أنا عندي 4 حريمات، واحدة من بيناتهم الكبيرة أرملة، وثلاث بنات 9 بنت باكين عندي. قال لي بشغل لك إياها، وقال لي الله بقدرني عليها بعطيكي منه مصروف مشان تصرفي على بناتك. قلت له أنا كانت تجيب لي المليون 10 جرامات، إنه أنا بستنفع فيها بضمن حق البنات. قال لي أنت أعطيني إياها وأنا إن شاء الله ما بضيمك، وكان باركين شهود. أخذ المليون وبعد 7 شهور راح عسكري، ونحن تمينا انه هاي تشغيل.
صار له هلا 3 سنين ما اعطاني عليها شيء، علما انه هو طلع مزارع، يعني سايره عسكري بس قضاها بالبيت. راح لوين هو؟ نعم. لوين راح هو؟ راح عسكري، بس بفتره هالعسكريه هالسنتين راح احتياط. كان يطلع مزارع واشترى سياره وصرف على بيته دوكره كلياته. هلا وقت جينا نطالب بحقنا ما عم يعطيني عليها شيء، هي ايش حكمه؟ هلا هذا بده بيان، يعني هو بده بيان من حين اخذ المال انه شو اشتغلت وشو عملت وين رحت بالمصاري، مصاري كان معك شو سويت فيهم، وبده يبين. ايه قال ما اشتغل هو فيها على كلمة انه انا ما اشتغلت فيها. بده بيان وبيحلف يمين، اذا يعني ما جاب بده يحلف يمين انه ما اشتغل، وساعتها ما بيطلع لكم شيء يعني. ايوه. ناخذ اتصال. الو. الو. إذن أعود إلى الأسئلة التي ترد من الفيسبوك. هل يجوز قطع صلة رحم الأخت إذا لم تكن تبر والديها؟ لا، أنت ما لك علاقة بأختك إذا كانت بارة ولا غير بارة، هل أي عقوبتها عند الله سبحانه وتعالى. أنت بتصل رحمها، بتصل الرحم وبتزور أختك وتعيفها، تنصحها، بتقول اللي عم تعمليه غلط، لازم تزوري والديكي، يعني بيصير زيارتك صلة رحم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. باخد اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. كيفك يا شيخنا؟ الحمد لله. هلا. أنا جوزي خلف علي أول طلاق وقتها وفدا. نعم. ورد حلف علي طلاق وكسرت له انا يعني ورد فدا. طيب. وهلا رد حلف علي طلاق اني ما اجي لعند اهلي كمان وطلقني وقال لي انت طالق يعني. هذا بده يرجعني شو؟ هلا هذا الثالث وقع، قال لك انت طالق. الثاني شو اللفظ اللي قاله؟ قال علي طلاق ما بدي اجي لعند اهلك ورحت انا. والاول؟ والأول قال علي الطلاق إنه ما يجي لعندي. خلص قلتي إنه فتاهن يعني ما وقعوا، بترجعي له هلأ بما إنه فتاهن على قول ضعيف مشاهن، صفي أنت طالق وقع، هلأ بيقول لك راجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي. ماشي. على رأسي، أهلا وسهلا. ناخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله جمعة مبارك عليك سيدنا الشيخ وعلى السورية كلها وعلى الأمة العربية الإسلامية جميع إن شاء الله جميع. الله يجزيكم الخير. قناة السماء كمان أجزيه الخير اللي رد علي الله يجزيه الخير. الله يكرمك. سؤال سيدي الشيخ. تفضل. ألو. تفضل. أهلا وسهلا. هلا شو بدنا نقول للمرأة يلي مرضية من أبوها وأمها كثير بس مو مرضية من جوزها وكل شيء بيقلها عليه بتساوي بعكسه وبتصور دمه ولحد موته؟ حتموت جوزها؟ ايه يعني بيقول لها ساوي هيك وساوي بالعكس، لا شغلات اللي ما بترضيه بتساويها، وقايل لها عليها لا تساويها وتساويها، شو بدنا نحكي معها المرأة هي؟ هلا بالنسبة للمرأة إذا يعني ما نامت وزوجها عليها غضبان تمام. لم ترتفع صلاتها فوق رأسها شبرا، بس تمام. يكون يعني إنه هي خالفته ليس في معصية، ما يكون أمرها بمعصية، أمرها بقطيعة رحم، لا 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 أمرها يعني إنه المهم أو أمرها أمر شرعي وهي خالفت وهي لا دائما بتعاكسه يعني فهون تأثم هي بهالفعل. تمام. مشكلة هي ألو. نعم تفضل. المشكلة إنه الأبن لا تروح هي بتروحها، لا تساوي هيك لا تروح، خلي خذها هيك ما هي أشوف بتساوي بالعكس بالفورة. طيب الجواب وصل إنه إذا خالفت تأثم إذا كانت مخالفة شرعية. نذهب إلى اتصال. ألو. ألو. ألو ألو أهلا وسهلا. يعطيك العافية شيخنا. الله يعافيك. هلا. بدي أسألك سؤال. نحن مثلا كان معنا مبلغ مشان بالنسبة لدفع زكاة المال، كان معنا مبلغ مثلا 2,000,000 أو 3,000,000 بدنا ندفع عنهم زكاة المال. طيب مثلا السنة الجاية أو بعد 2-3 أو بعد 5 أشهر أو 6 أشهر مثلا صار الضعف، نحن بدنا ندفع زكاة المال على أني يعني حال عليهم الحول ولا لا؟ هلا نحن منبلش بالحول بده يكون معك نصاب تمام؟ نصاب نحن سيدي تمام بدنا ندفع عليهم زكاة المال. خليك معي حبيبي.
لما بدأت بالحول كان معك النصاب صح؟ ما يعادل 85 جرام ذهب. هلأ حال الحول لما بينتهي الحول هلأ بتطالع عن وقت الحول الجديد، يعني المبلغ كله قديش اللي معك إن شاء الله يكون جاك دفعة من يومين ثلاثة أيام كله، هلأ قديش المبلغ اللي معك بتطالع عنه؟ يعني بتطالع بس عن المبلغ الموجود حاليا، عن كل شيء معك، عن كل شيء معك بيطالع. اي نعم تمام سيدي. على رأسي، أهلا وسهلا. باخذ اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا كطبيبة أسنان بدي أسأل عن وجوه الفينير تبييض الأسنان، حرام إلا حلال؟ تبييض الأسنان ما فيها شيء، جائز إن شاء الله. لا هو نحن منحف طبقة من الأسنان منحط فيها يعني وجوه خزفية، ما فيها إشكال يعني حطيتي لبستي السن هيك بطبقة من الخزف هيك السؤال؟ أيوة ما في أي إشكال إن شاء الله، لأنه هذا السن هو ما مطلوب يعني بالطهارة غسله، ولا المضمضة هو المطلوب، أما الأسنان غسله وكذا يعني ما فيها إشكال إذا تبيضت ولو نوضع عليها شيء من الخزف، يعني الأمر جائز إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. باخذ اتصال. ألو 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 ألو، اهلا وسهلا. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمه الله, الله وبركاته. الحمد لله. شيخي عندي سؤالين. بدي اسالك، ذهب الزينه عليه زكاه؟ ذهب الزينه عليه زكاه. اي عليه زكاه. وبدي اسالك هدول هلا الشخصيات اللي عم يحطوها برمضان زينه عم يقولوا انه حرام واصنام، شو هي الشخصيات الرمضانيه تبعات الزينه؟ نعم يقولوا هدوني كيف الشخصيات حرام. يعني ما فهمت أنا. حطوا زينة فوانيس وما فوانيس هيك يعني؟ اي لا بس في شخصيات اسمها شخصيات ام بي سي، يعني هي مثل شكل الأصنام بس عم يقولوا حرام. لا ما في اشي، هلا هي كلها تبع الدمى. اي كل شيء تبع الدمى من الدمى الأطفال يعني جائزة عنا بالشرع، جائزة بالدمى يعني الدمى ما فيها اشكال. ماشي يعطيك العافية على رأسي، أهلا وسهلا. باخذ اتصال. ألو فيك العافية يا شيخي. الله يعافيك يا هلا. بالله بدي أسألك إنه أنا بصير أعطي الزكاة لإبني إنه مسافرة حلب بدرس وقاعد بسكن جامعي هو ورفقاته. ما فهمت السؤال والله. إبني بدرس بحلب. ابنك بدرس بحلب. إيه وقاعد هو ورفقاته بسكن جامعي، بصير اعطيه زكاة؟ تعطيه زكاة، انت تعطي ابنك الزكاة. ايه ايه بجوز. ايه ماشي اسلمه. على رأسي العطي. اهلا وسهلا يا مرحبا. باخذ اتصال. الو السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة استاذ. الله وبركاته. استاذ انا بدي اسألك سؤال، انا امبارح جوزي طلقني. نعم. وانا اول طلقة طلقني اياها انا ما كنت يعني انا يعني بوعي، وهو طلق حلف علي انه روكي طالق. هلا انت ما كنت بوعيك، انت ما كنت بوعيك، ما في مشكلة بيقع. انا ما يعني انا عم بقول له طلقني بسبب افعاله. ايه خلاص قال لك انت طالق بيقع، في غيره؟ ورجع امبارح قال لي انت طالق اسمع. انت طالق شو؟ لا ما في غيره. يعني طلقة واحدة فقط اللي طلقك اياها قال لك انت طالق؟ قبل هالعين طلقني طلقة وبعدين امبارح رجع طلقني. يعني طلقتين فيه؟ طلقتين حاليا. ايه خلص بيرجعك، بيقول لك راجعتك الى عصمتي وعقد نكاحي ترجعي، اما اذا طلقك بعد منا طلقة لن تعودي الي. ماشي شكرا استاذ. اهلا وسهلا ومرحبا. باخذ اتصال. الو الو الو، اهلا وسهلا. كيفك سيدنا؟ يا ميت هلا، اهلا وسهلا. الله يخليك، بدي اسالك سؤال معلش. ايه تفضل. هلا صلاه الصبح حاضر، عم بروح انا ايام بروح على الجامع الصبح بتروح لي ركعه، وبصير الامام بقى بالركعه الثانيه بيقول دعاء القنوت. انا وقت بجيب الركعه الثانيه لازم اجيب دعاء القنوت لحالي ولا خلاص راح علي دعاء القنوت؟ هلا عند الشافعي بتجيبوا القنوت مره ثانيه، عند الإمام الشافعي بتجيب ركعة تانية وبتجيب معها قنوط. يعني أنا هلأ شافعي يعني معناته لازم أجيب دعاء القنوط. إيه هو سنة يعني لو ما جبته عند الشافعية
يعني تركت سني. نعم. بس الأفضل تجيبه إذا كان مذهبك شافعي. الله يخليك. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. ألو، مرحبا شيخي. أهلا وسهلا ومرحبا. بس بدي أسألك سؤال. إيه تفضلوا. هلا الليزر حرام؟ حسب يعني وين الليزر بده يكون، بالوجه بالجسم؟ ما يكون بمنطقة يعني العورة المغلظة، هون ما بيجوز. ايه تمام ماشي، يعطيك العافية. الله يعافيك، اهلا وسهلا. بناخذ اتصال. الو، الو. باخذ سؤال من الفيسبوك. عم يقول: هل يقع الطلاق على المرأة الحامل؟ الطلاق على المرأة الحامل يقع. هل يجوز تلاوة القرآن بالسر عندما يكون الإنسان على جنابه، يعني بمعنى أن يقرأ في قلبه لا بلسانه؟ يجوز، إذا قرأ بقلبه ما قرأ بلسانه يجوز. باخذ اتصال. ألو، الو الو الو، اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسالك سؤال لو سمحت؟ ايه تفضلي. انا نذرت نذر ونسيته. طيب، السؤال انه ما العمل يعني؟ نعم شيخي. السؤال انه شو الحل؟ ايوه شو الحل؟ طبعا الحل لا تتذكري، ما تذكرتي كفارة يمين على مذهب الحنابلة. باخذ اتصال. الو الو، صباح الخير. صباح النور، يا اهلا وسهلا. جمعة مبارك، يا صلاة على النبي. الله يبارك فيكم، يا اهلا وسهلا. الله يخليك. هلا انا عندي سؤالين. الله يخليك. تفضلي. سؤالي الأول، هلا نحن متعودين عن الشكر لرب العالمين إنه بالحمد لله وفي سجدة شكر. هلا بس أنا بسؤالي، سجدة الشكر كيف؟ إنه بدها وضوء، بدها تكبيرة إحرام، بدها أكون على الواقف، يعني بس طريقتها كيف؟ الله يخليك. إيه، سجدة الشكر طبعا بدها وضوء، بس بتسجدي وبتقومي، يعني بتسجدي وبتقومي، هاي هي سجدة الشكر. وبدها سلام بعدين، تسليمتين؟ لا ما في داعي، ما في داعي، ما في داعي. السؤال الثاني، الله يكرمك. طبعا في خلاف مذاهب يعني بالموضوع، بس انا بعطيكي اسهل شيء. الله يخليك يا رب. سؤالي الثاني، هلا بالشغل احيانا بيكون صعب الوضوء، فانا مثلا فرضا متوضى بالبيت، وعفوا منك، فيني بالشغل اذا اضطريت اتوضى امسح على البوط؟ بوط مو خف. البوط هو فوق الكعب. فوق الكعب، ايه بصح. تمام، الله يكرمك. سؤال معلي. ايه تفضلي. هلا في مثلا ذكر او حديث او اي شيء لشكر رب العالمين؟ بدي اقول لك شغله، عفوا يعني تفضل. اذا مسحتي على البوط، ايه، بدك تصلي فيه ما بتشلحي؟ تمام ما بشلحه. ايه اذا شلحتي ما بيجوز. ايه تمام ايه اكيد. تمام، تفضلي كملي السؤال الثاني. انا سؤالي انه شكر رب العالمين، غير مثلا سجدة الشكر او ركعتين شكر، في طريقة تانية لشكر رب العالمين؟ هلا هو الشكر والحمد، ايه، انه ان نسخر الجوارح لما خلقت لاجلها. يعني اللسان ما نستغيب فيه، اليد ما نبطش فيها، ما نسرق فيها. هلا الحمد هيك يعني بالجوارح. ونكثر من اللفظ الحمد لله، يعني بنجمع بين اللفظ وبين الفعل، هذا بيكون الشكر الحقيقي لله سبحانه وتعالى. الله يخلينا ياك يا رب. الله يحفظكم، أكرمكم الله. يا هلا. باخذ اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، إذا واحد عنده سيارة ما بملك غيرها، طيب، وعليه دين، بطلع عليه زكاة؟ لا، ما بطلع عليها هي زكاة السيارة. هي للتجارة ولا اقتناء؟ لا، مركوب شخصي.
مركوب شخصي لا ما بيطلع عليها زكاة. كتر خيرك شكرا. على رأسي أهلا وسهلا. باخذ اتصال. ألو. إذن بتلقى سؤال من الفيسبوك. زوجي حلف علي كرمال صفحة الفيس لأنه عم تعمل بيننا مشاكل، قال لي علي الطلاق وانت طالق مني بالثلاثة إذا بتفوتي على الصفحة، ورفيقتي بعتت لي رابط وطلعت نفس الصفحة وأنا وقت شفتها طلعت فورا، هل يقع الطلاق؟ هلا بيقع طلقة واحدة، هو قال لك بالثلاثة، بدنا نشوف في طلقات أخرى ولا لا، ويعني حاولي تراسلينا مرة تانية توضحي لنا الموضوع إذا في طلقات أخرى ولا لا وشو الألفاظ. باخذ اتصال. ألو. 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 ألو أهلا وسهلا. مرحبا شيخي. يا ميت هلا أهلا وسهلا. إيه بس معجون أسنان بيفطر؟ معجون أسنان ما بيفطر، لا. ما بيفطر. إيه. تمام يسلم إيدي. على رأسي حبيبي. باخذ اتصال. ألو. 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 ألو أهلا وسهلا. شيخي هلا أنا إذا بدي أنوي الصيام مثلا بعد الظهر. لا ارفعوا الصوت بس شوي وعدلي الكلام بالله. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. هلا أنا إذا بدي أنوي الصيام بعد يعني بعد مثلا الظهر ونويته أنا مثلا بعد الظهر بينقبلي ولا لا؟ يعني انت قمت الصبح هيك بالبيت ما بدك تصوم، صارت الدنيا الظهر ايوه قمت نويت الصيام، فرض ولا نفل؟ الصيام سنة ولا فرض؟ يعني عم تقضي يوم ولا نذر؟ لا نفل. نفل نفل لقبل الظهر بيصير. طب لو سمحت في سؤال. اما بعد الظهر ما بيصير. ايه تفضل. هلا شيخي انا هلا انا بسأل اولادي مثلا بالمدرسة بيقولوا لي انه رسم الشخصيات حرام ولا حلال؟ عيد كمان انا ما واضح، عد لي بالله. انه رسم الشخصيات حرام ولا حلال؟ الرسم رسم في روح كامل ولا راس على الحل جسم؟ لا انه روح كامله. مشان شو هو هذا الرسم؟ انه مثلا هيك شخصيات انا يعني بسلايه بس انه بيطلع معي تماما هو كانه مثل الشخص. هلا الدمى يعني اذا قضيه دمى والعاب للاطفال وكذا هلا جائزة كانت موجودة، أما الرسم لغير الدمى يعني واحد بده يرسم روح كاملة لا ما بجوز، بيصير في حرمة بهذا الموضوع. تمام شكرا. باخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجمع مبارك يا شيخنا. الله يبارك فيكم يا هلا. شكرا على هالقناة القيمة. أكرمك الله شكرا. نسألك سؤالين بعد إذنك تجاوبنا بعد ما نسكر. الله يكرمك. حاضر. هلا نويت للصيام عنا زوجتي الصبح اجاها عزيمه ام غيرت النيه بيطلع عليها شيء؟ عند الشافعي ما بيطلع عليها. ايوه لانه الصائم امير نفسه، فبنفتي له على المذهب الشافعي وان شاء الله صحه وهنا. تمام شيخنا. السؤال الثاني بعد اذنك، هلا فاره بالبيت ما عرفنا وين فاتت، حبسناها وتركناها لحتى تموت، سدينا عليها، بيطلع علينا شيء؟ لا ابدا. مشكور يا شيخ. على راسي اهلا وسهلا. باخذ اتصال. الو. السلام عليكم. يعطيك العافيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك العافيه. الله شيخي اختي اول سؤال، اللهم صل على النبي، جوزها خلاها حماتها تحلف عليها غصب عنه. شو خلاها؟ غصب عنه. شو اللي قلها حلوف؟ تاني مرة ما بعرف ايش صار بينه وبين مرته، حلف عليها. هلا قال لها ما بصير تمسكي القلاوة بايدك. يعني انا ما كتير فهمت، اول مرة حلف على مرته طلاق؟ حماته خلته، امه خلته يغصب عنه يحلف عليها. يحلف الا انت طالق. ايه. مو انت طالق قال لها؟ ايه قال لها انت طالق. والمرة الثانية؟ مرة الثانية حيلس كمان مو طلق بالحرام. شو قال له؟ قال له بالحرام تاني مرة. ايه قصده الطلاق ولا ما قصده الطلاق؟ لا هيك كان متقتل هو وياه. اذا ما قصده الطلاق ما بيقع، بصير كفارة يمين طعام 10 مساكين. لا ما قصده، بس هلا هي ثالث مرة قال له ما بصير تمسكي الخلية بايدك وجلقها بايده. ايه حلف عليها؟ حلف. شو قال له؟ قال له بالحرام ما بصير تمسكي الخلية.
وقصده الطلاق ولا ما قصده؟ ما قصده كمان هي، لانه بجيب لاقي الخلياوي بايدهم. طيب اذا ما قصده الطلاق كفارة يمين، إيه بس بينسأل، هو بينسأل، هو بينسأل، هو بينسأل قصده ولا ما قصده؟ ما انت بتقولي ما قصده، بدنا نسأله له قصده. انا والله يا شيخ وصل له ساعتين عم بقول لك ما عم بلقط معه، قمت انا دقيت. طيب اليك الفضل، بس انت بتقولي له قصدك الطلاق بيقع، ما قصدك هي لفظ الحرام من الفاظ الكنايه، هو ما قصده الطلاق كفارة يمين. بتمسك الخلياوي بايده، قال لها بنتك ما بصير تمسك علي الحرام، ما بصير تمسك، اجى لبنتها اذا الخلياوي لبنتها. تمام، نساله اذا قصدك الطلاق ولا لا، ما قصده ما بيقع مع كفارة اليمين، قصده بيقع، بيرجع له هو. ناخذ اتصال. الو. ايها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب الى فاصل ثم نعود إليكم فقط. أجا. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية، خليني أكتب. الله يعافيك يا مرحبا. سؤالين سيدي. السؤال الأول، هلأ الوحدة يعني كتبت بالعقد، بالعقد الأول إنه ما يتزوجوا عليها، بحال إذا تزوج عليها بحق إلا إنه والله طالب بالمقدم والمؤخر؟ هذا السؤال الأول سيدي. واضح السؤال سيدي. السؤال الثاني، السؤال الثاني، يحق للزوجة أن يكون العصمة بإيدها سيدي؟ تمام. هلأ قانون الأحوال الشخصية أباح للمرأة أن تشترط هذا الشرط في العقد، ولو تزوج عليها يعني بيصير حق لها أن تفسخ هذا العقد. بالنسبة للعصمة أيضا من زمان يعني قانون الأحوال الشخصية أتاح للمرأة أن تشترط هذا الشرط، أن تكون العصمة بيدها، وهذا جائز بموافقة الطرفين يعني الزوج والزوجة. باخذ اتصال. ألو. 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 ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سهلة إذا ممكن بس بدي أسأل سؤالين وبعدين تجاوبني. على رأسي، تفضلي. أستاذ، هلأ أمي قبل ما تتوفى أنا تدينت منها 25,000. نعم. بعد سنة وتوفت، توفت يعني بعد شيء أسبوع، وأنا بعد سنة حتى هيك تذكرت، شاورت إخواتي الكبار، حكيت يعني قدام هون، قاموا قالوا لي مسامحة، بس طيب. الباقي ما بيعرفوا. هي يعني الباقي مين؟ السؤال الثاني. عفوا، الباقي مين؟ الباقي اللي ما بيعرفوا مين؟ ما شاورتهم يعني، ما قلت له انه امي يعني باقي الورثه بتقصدي؟ يعني انا بدي اسال انه بيطلع علي شيء انه قال لهم ادفعهم، ادفع لهم اياهم؟ هي اول سؤال. ركزي معي شوي بس. اتفضل. انت قلتي دينتي من امك 25,000. دكتور مالي عم بسمعك. قلتي دينتي من امك 25,000 صح؟ ايه. توفت الوالده الله يرحمها. الله يرحمها. ايه. بعد سنة تذكرتي. تمام. شاورتي أخواتك، هدول أخواتك هن الورثة كلهم؟ لا مو كلهم، بس يعني الاثنين الكبار. تمام. هلأ اللي قالوا لك الله يسامحك، خلص هدول راح حقهم. أيوة. البقية بدك تستسمحيهم، ما سامحوكي بدك تعطيهم. هيك قصدي. تمام. سؤال الثاني. السؤال الثاني، هلأ أنا عندي بيت ومأجرته يعني، وأنا متزوجة، وأجار هالبيت يعني إنه بنرده على حالنا، عليه زكاة البيت؟ لا. لي 10 سنين تقريبا أنا يعني بستفاد منه. البيت ما عليه زكاة لأنه مو للتجارة، هو يعني مشان تأجري وتاكلي منه. أيوة شكرا. فهو ما بيطلع عليه زكاة. أيوة شكرا. على راسي. طيب ممكن كمان سؤال؟ تفضلي. هلأ أمي قبل ما تتوفى أنه أخي ملبسها طوق ذهب، تمام؟ تمام. وقت توفيت يعني أخده أبي، وهي قالت أنه بعد ما ماتي بياخده بيسترجعوا ابني، يعني بدي ياخذوا ابني يستفاد منه. هلا وقت توفت امي يعني ضل الطق مع ابي وما عم يعطي لاخي، شو؟ هلا اول شيء هو صار تركه، لا وصيه لوارث. هو عطاها يا على سبيل الامانه ولا هديه؟ الهديه هداها يا يوم عرسه دبسها يا لامه. هو الولد هدا امه. ايه هو هدا لامي الطاق، وامي توفت وقالت بعد ما اموت بيسترجعوا. هلا صار هو ملك للوالده. هلا هي قالت بعد ما ماتي بيرجع، هي وصيه، لا وصيه لوارث، بصير تركه للكل الا اذا سامح الورثه كلهم وقالوا لا هذا لاخونا ما في اشكال ساعتها. ايوه نحن يعني اذا بعد عمر طويل انه نحن بنعطيه لاخي عادي.
ايه تسامحوا كلياتكم بيصير. شكرا كثير على راسي. اهلا وسهلا يا مرحبا. باخذ اتصال. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخي انا عندي سؤالين اذا في مجال. ايه تفضلي. السؤال الاول انا يعني عن لي زكاه وفي عندي شخص شاري بيت بالمخالفات شاري وعليه شويه دين. انا بقدر اعطيه مثلا جزء من مبلغ بس ما قال له زكاه وخايف يعطيهم هو مفتكره هديه بعدين يرد لي اياهم. لا هلا هو بتقلي له هديه وانت بتعرفي انه فقير الشرط. ايه وانه بيستاهل الزكاه. مو شرط تكسري خاطره وتقلي له الزكاه. تقلي له هي هديه البيت، انا بدي نقطك نقوط مشان البيت، هي هديه مشان تسد ديونك او هديه او كذا، جائز بكل الالفاظ. تمام. بس تكون انت يعني ناويه الزكاه بقلبك. ايه تمام هيك. ايه نعم، هو يكون اهل الزكاه ويصير قبض منه. ايه تمام هو فقير. ايه اي نعم. السؤال الثاني والله شيخ. تفضلي. شيخ عم بيسألك انه هو القرآن نزل على سبعة احرف. نعم. هالسبعة الاحرف هذول نزل عليهم القرآن. الستات اللي هلا موجودين مثلا مثلا بالمصاحف مثلا ولا انتسخوا ايه مع ايام الرسول؟ موجودين هذول سبعة احرف لغات العرب السبعة. ايه. وموجودين بالقرآن بالقراءات يعني. احنا عنا عشرة فيهم سبعة متواترة وثلاثة مشهورة. هدول يعني بيشملون الحروف السبعة. أيوة. بيشملون يعني ممكن مثلا لاقي القرآن مكتوب فيه غير القرآن تبعنا؟ لا مثلا يعني هلا بتلاقي إذا فتحتي مثلا مصحف مكتوب على ورش. أيوة. أو قالون. أو من هالقراء هدول. هلا بتلاقي مثلا ياء تاء. بس أيوة. الشكل الحرف واحد، النقطة بتكون فوق أو تحت مثلا هيك يعني. يعني نفس المعنى. أي نفس المعنى، المهم ما يخالف الرسم. المهم ما يخالف الرسم. أي تمام. يعني رسم القرآن نفسه بس تختلف بقى النقطة بتختلف هيك يعني القصة. أي تمام شكرا كثير. على راسي أهلا وسهلا. ماخذ اتصال الأخير. ألو. مرحبا. أهلا وسهلا. كيفك شيخ؟ يا ميت هلا. عندي ثلاث أسئلة ممكن بس بعد ما سكر إذا بتجاوبني. ممكن تفضل. هلا أول سؤال، إحنا الأديان السماوية نزلت ثلاثة، القرآن والتوراة والإنجيل. تمام. هلا إحنا مثلا المسيحية واليهود لازم يتبعوا الدين الإسلامي نهاية الموضوع؟ لا هلا هي أول سؤال طبعا. طيب تفضل. لأنه في آية القرآن مثلا بسم الله الفاتحة بالله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم بيقولوا اليهود والضالين المسيحية، شيء صحيح ولا غلط؟ طيب هلا هذا جاوب ولا لسه في سؤال؟ عم بشان اسمعك بدي اعلي صوت شوي اذا بتسمح لي. طيب تفضل. هلا ان الدين عند الله الاسلام، الاسلام باحكامه اللي هي العقيده اللي هي واحده. هلا المسيحيه جاءت واليهوديه والاسلام ما بيختلفوا بالعقيده، ان بيختلفوا بالتشريعات. يعني إذا بترجع أنت للعقيدة اللي جاء بها سيدنا موسى، جاء بها سيدنا عيسى، جاء بها سيدنا محمد، هي عقيدة واحدة. أما الخلاف عم يكون بالتشريع، إنه هذا مثلا يعني عند اليهود وقعت نجاسة على الثوب ما بتطهر إلا بقصة بالمقص، لحنا بنغسلها بتروح النجاسة مثلا. هلأ هي اسمه تشريع. أما إنه العقائد اللي أنزلت فيها الكتب واحدة. فإن الدين عند الله الإسلام بمعنى هذه الأحكام السمحة، الإسلام من السلم بما يحمل من هذه المعاني. تختلف التشريعات وتتفق العقائد، تتفق التشريعات والعقائد. طبعا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المقصود فيهم ليس كما ذكرت الذي يميل عن هذا المعنى الذي ذكرته أنا، الذي يميل عن هذا المعنى الذي ذكرته هو بيكون ضال. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، مع هذا الاتصال الأخير أدعو الله سبحانه وتعالى لأهل غزة بالفرج العاجل، أدعو لهم بأن يسدد الله رميهم، أن يوحد صفوفهم، أن يزلزل الأرض تحت أقدام عدوهم، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.